يبدو لأنها ما زالت مسألة التكفير بالجهل ما زالت مشكلة عليه، ولكني أتعجب كيف تشكل عليكم هذه المسألة؟ ما الذي جعلها تشكل من بين سائر أركان الإسلام وشروط وواجبات الإسلام؟ إذا كان الرجل يعذر بالجهل في ترك الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام من أعظم أركانه، مثل أن يكون ناشئاً في بادية بعيدة عن المدن وعن العلم ولا يدري أنها واجبة، فإنه يعذر بذلك ولا تجب عليه ولا يلزمه قضاؤه. وإذا كان الجهل بالشرك لا يعذر به الإنسان، فلماذا أرسلت الرسل تدعو قومها إلى توحيد الله؟ لأنهم إذا كانوا لا يعذرون به بالجهل معناه أنهم عالمون به، فلماذا ترسل الرسل؟ كل رسول يقول لقومي اعبدوا الله ما لكم إلا إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فإذا كان الإنسان ينتسب للإسلام ويفعل شيئاً كفراً شركاً لكن لا يعلم أنه شرك ولم ينبه لذلك، فكيف نقول بكفر؟ هل نحن أعلم بهذا الحكم من الله؟ وهل نحول بين العباد وبين رحمة الله ونقول في هذه المسألة سبق غضبه رحمته؟ هذه مسألة يا إخواني ما هي عقلية. الكفر والتفسيق والتبديل حكم شرع يتلقى من الشرع. فإذا كان الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ويقول عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ويقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسولا ليش؟ يبين ويدعو للتوحيد. فإذا ارتفع العذاب هذا هو العذر، والآيات في هذا كثيرة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، لا يسمع بي. إذا لم يسمع لم يكن من أصحاب النار، والشواهد على هذا كثيرة.